السلام عليكم اخوان. اليوم قارات السياحة يحييكم من بين الغيوم. نحن الآن فوق جبال أراكات وبين الغيوم. هذه الثلوج. احنا اليوم جمعة المصادف يوم 11 من شهر مايس عام 2018. يعني احنا كنا نعرف اللي يريد يدخل بالغيوم لازم يقعد بالطيارة، يصعد بالطائرة ويطير حتى يدخل الغيوم، لكن قرارات السياحة ثبت لكم العكس. يعني ممكن ترافقونا، ممكن ان نرافقكم الى جبال أراكاز وندخلكم بالغيوم، لكن مو بالطائرة، بالسيارات. اللي يحب يشوف هالحالة خليه يتفضل يتصل بينا.